استقبل العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بحضور الرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوات الحرس الملكي الخاصة اللورد ديفيد ريتشارد رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية السابق. وقد ناقش سموه مع المسؤول العسكري البريطاني عددا من الموضوعات والرؤى والأفكار حول تطورات الصناعة العسكرية وأبرز مستجداتها وكيفية تطوير الشركات فيما بينهم. وأكد سمو أن مؤتمر البحرين الدولي للدفاع يعد فرصة لالتقاء الخبراء والمتخصصين وممثلي كبار الشركات المصنعة للمعدات والمنظومات العسكرية الدفاعية في موقع واحد. كما استقبل سمو على هامش المعرض والمؤتمر عددا من المسؤولين العسكريين الفرنسيين الذين أشادوا بمستوى المعرض والمؤتمر وما تم تقديمه من قبل الشركات العارضة من معدات عسكرية حديثة ومتطورة.